كل صراحة نحس روحي شغل في فقاعة اللي هي أنبالة من الطمأنينة. البيبي احنا نقولوا عليهم ملائكة لأنهم ما عندهم والو. حطوا روحكم في بلاستي أنكم راكم تتعاملوا مع زبائن ملائكة، يعني وش راح نزيد؟ السلام عليكم، معكم العلوشي ابتسام، 29 سنة، متحصلة على ليسانس في علم النفس التربوي، مصورة نساء حوامل ومواليد وأطفال حتى 3 سنوات. أنا كانت هاد ليدي عندها 3 سنوات من اللي جات في راسي، وأنا أصلاً كنت نحب لفوتوغرافي. بعد ما جاني مولودي الأول قعدت نفكر في هاد الحاجة وحبيت نديرها له، وجي في دي ريشيرش هنا في الجزائر وجي با تروفي، يعني في الدول الأجنبية كاين هاد ليدي اليكزيست دوبي لونتون. قلت أنا يا مدام أني نحب التصوير والأطفال هما نحسهم جزء مني لأني نحبهم، وحتى مجالي في الدراسة كان في علم النفس التربوي، يعني هاد الحاجة عاونتني، والتربية ايضا عاونتني يعني في مع اولادي، عاونني هذا الشيء كثير. وهذا المجال كل صراحه نحس روحي شغل في فقاعه اللي هي انبالو من الطمانينه. البيبي احنا نقولوا عليهم ملائكه لانهم ما عندهم والو. حطوا روحكم في بلاستي انكم راكم تتعاملوا مع زبائن ملائكه، يعني وش راح نزيد؟ جلسة التصوير عندنا كيفاش تبدأ مع الكليونت من الأول. الكليونت كي تتصل بيا راح تدي معلومات اللي لازم تحس روحها مرتاحة كي تهدري معاها، تخبريها أنه الأستوديو يمكن أنك تشوفيه يعني تسخنيه باش يكون محضر الأم بيبي اللي في عمره 10 أيام. ماشي راكي رايحة تبدليل وهنايا في الأستوديو راح تكون البرودة، بس كل ألا ماما راح تخاف على وليدها، يعني راح تدخلي لها في كامل التفاصيل. في رأيي أنه الجلسة تبدأ مع الاتصال الأول لما تتصل بك الأم. تبدأ الجلسة في الصباح، دائما تكون في الصباح كسوسوا أم بيبي نوفوني ولا كبير، باش هكذا يكون عندنا متسع من الوقت. عندي اون سيل سيونس بار جو، جلسة واحدة باش هكذا نكون انا آلاز ولو بيبي آلاز ولا مامو لا ميم شوز. عندها ثلاث تيمات اللي هما 3 تيم، لا تونو افيك لا ديكو سي ديسپونيبل، بلوس عندها كلكو فوتو بيبي مامو على فا، اي ميم لي تونو تاع لي مامو سون ديسپونيبل. حنا نعرفوا بلي كامل يحبوا الساهل وحنا سهلناها عليهم، يعني كي تجي لا مامو ما تجيب حوايج للبيبي، ما تجيب حوايج لا مامو. كان من قبل عندي استوديو في منزلي، يعني خصصت غرفه الكبيره وكنت نخدم فيها نعمل فيها، وبديت فيها كبدايه. لكن هدفي وحلمي كما قلت لكم كان ابعد من هذا، كنت نوجد الان استوديو جديد ويكون بلو بروفيسيونيل ويكون فيه ديكو اون ديكوراسيون اللي تناسب هذه الفئه اللي خيرتها، يعني الاطفال، يكون اندريسينغ يكون مستف فيه لي فيتمون تاع لي بيبي باش لا مامون كي تجي تقدر تشوف الاز فيه، ان كوان اللي تقدر تاخذ فيه لا مامون مع لو بيبي لي فوتو ويكونوا بلو ناتوريل، اللي هو ان لي افيك اون بيتي ديكو باش الام كي تشوف هذوك الصور تحس روحها كلي كانت في دارها. كيفاش حتى وين تعلمت هذه المهنه؟ تعلمتها عن طريق الانترنت. تصوير الاطفال ما كانش دورات في الجزائر مختصه في هذا المجال. انا واش درت؟ تعلمت التصوير يعني لي باز تاع التصوير لا فوتوغرافي، درت 3 فورماسيون. ابخي كي حبيت ندير لا سبيسياليتي هذه ما كاش عندنا يعني دي ستاج او دورات في هذا المجال، بديت ندير ابحاث دي ريشيرش سور يوتيوب، وكاين بلوزور، كاين تحبي باللغه العربيه الاجنبيه، يعني متوفره غير الانسان اللي ما حبش يتعلم. وما تقدريش بين ليله ونهار تتعاملي مع اون كليون زبونه وانت اصلا ما على بالكش واش راكي رايحه ديري لوليدها. بديت نطبق، كان وليدي عنده 7 شهور 8 شهور، بديت نتعلم فيه، ما كانش عندي لا ديكو ولا أثاث ولا حتى حاجة، يعني نوفر يعني الإضاءة اللازمة وكل شيء وناخد له ديبوز لي أنا نشوف الغيزولتا تاعهم اسكو مليحة. نصيحتي اللي نقدمها لكل امرأة راهي حابة تبدأ مشروع تاعها أنها تختار أولا الحاجة اللي تحبها، لأنه إذا كانت تحب هذيك الحاجة كما قلنا راح تبدع. ونصيحتي الثانية اللي نقدمها لها هي تكون شجاعة. شجاعة يعني ما تخافش، لازم تصدمي، هكذا نقولوها بالعاميه، تجيك فكره في راسك، تجيك حاجه اللي هي بالك تقدري بالك على 6 شهور باش ديريها، بصح تقعدي تخدمي عليها باش تلحقيها. ما تقوليش بلي ما نقدرش، باسكو كيما اي واحد قدر يلحق لهذاك لو بوين، انتيا تاني تقدري تلحقي له.